باس لا بارول السي عبد الكريم عبد السلام باش يحدثنا على تهميش الضحية في المشروع قانون المصالحة الاقتصادية. كريم عبد السلام فقط سامور. حديث أنطونيو ممكن فتح لي شاهية باش نعمل تعليقات على بعض الخلالات القانونية حول هذا القانون، رغم أن مداخلتي باش تكون مركزة على انتظارات الضحايا ومصلحة الضحايا ومعارضة مصلحة الضحايا مع هذا القانون. المصالحة، قانون المصالحة هو مخاتلة مفهومية قانونية، باعتبار مفهوم المصالحة مفهوم سياسي ماهوش مفهوم قانوني، وأنه فعل هذا القانون أو مدبر هذا القانون يعني أحجم حتى ولو على تسمية هؤلاء مرتكبي جرائم الفساد المالي، حتى أحجم على تسميتهم بالتسمية القانونية، وأنه الأصل فيه كان يطرح قانونيا كمشروع عفو حول مرتكبي جرائم الفساد المالي، وإنما طرح بمفهوم سياسي ومخاتلة سياسية أخرى حول المصالحة وأعطاها أبعاد آخر. معارضة هذه التسريبات إلى حد الآن ما تمش قانون واضح، إلى حد الآن هم بالونات اختبار بالترسانة القانونية التونسي تقريبا بالدستور بأغلب فصوله اللي تناولت في الموضوع هذا، بالمجلة الجنائية، بمجلة الإجراءات، الفصل 99 مكرر، 96 97 101 بمعنى جرائم الموظف العمومي أو شبه العمومي، واقتطاع بعض الفقرات مني لتسويقها في مصلحة الجاني. غير هذا الكل المرسوم 120 اللي حدد تعريف جريمة الفساد المالي زاد في مخالفته. لم أجد في هذا القانون أو هذه التسريبات أي رابط في ترسانتنا القانونية المنطق، أي منطق يربط هذا القانون سوى الفصل الوحيد 227 مكرر في المسألة الجنائية الذي يكافئ الجريمة. تقريبا الرابط المنطقي الوحيد حول هذا القانون والفصل 227 الذي يعاقب في موقعة أنثى سنة ودون 16 سنة بالجبرها بالزواج، تقريب هذا القانون في نفس السياق المنطقي جاء حول جبر هذه الموقعة من الفساد، سامحوني في التعبيرات، حول محاولة جبر هذه الجريمة ومكافئتها. هذا الرابط المنطقي الوحيد. نرجع توا حول مصلحة الضحايا في مسألة هالقانون وطرحه هذا في رمزيته. تيل تقريبا 5 سنوات تحدثت يعني المجتمع المدني والدولة وكل الفاعلين في الشأن العام حول احترام الآليات المؤسساتية والقانونية للانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية، وكان النتيجة هو إحداث واستشارات وإحداث قانون عدد 53 للعدالة الانتقالية الذي يؤسس لمرحلة انتقال ديمقراطي ونأمل كنا نأمل فيه. اليوم نفس هذا الفعل ينقض كل هذه هذا المنطق الذي سوق له تلة 5 سنوات ويضرب في الصميم باعتبار أنه يخرق هذا الآليات القانونية ويعارضها بهذا القانون الذي يؤسس ويبرر لقدره في مراحل أخرى إلى العنف وإلى الانتقام وإلى تفكيك هذا السلم الاجتماعي. أتحدث عن الضحية بالمفهوم القانوني للقانون الأساسي 53 الذي حدده في 3 مراتب: ضحايا الانتهاكات حقوق الإنسان ثم عائلاتهم والجهات، والذي أودع بهذه تقريب هيئة الحقيقة أودع تقريب 50,000 ملف 65,000 ملف وأكثر من 30 جهة ضحية، تقريب يعبروا يعملوا تعبيرة اجتماعية واضحة ولها وزن اجتماعي كبير جدا واقتصادي. اليوم ضرب عرض الحائط بهؤلاء ومحاولة يعني تبرير ووضع يعني مرتكبي جرائم الفساد المالي فوق كل هذا التمثيل الاجتماعي يعتبر يعني اعتداء واضح في الوقت الذي ترفض الدولة الاعتراف والاعتذار لهذه الجهات أو لهؤلاء الأفراد. اليوم تضع مرتكبي جرائم الفساد المالي واللي كان مرتبط ارتباط وثيق بآلة الدكتاتورية وكان شريان النابض للدم والحياة لهذا النظام، اليوم نحطهم يعني اون فالور، نحطهم يعني في قيمتهم ونحجم حتى على تسميتهم كمجرمين أو كمرتكبي جرائم، هؤلاء يعتبر اعتداء صارخ. أكثر من هكا حتى في القوة القانونية، هذا المشروع يطرح كمشروع قانون أساسي في قوته القانونية، وأغلب الإجراءات التي اتخذت في الجهات أو اتخذت للضحايا هي مراسيم أو أوامر حتى في القوة القانونية عند رمزيتها. اليوم سيطرح هذا القانون قانون أساسي لدى مجلس نواب الشعب، وأغلب الإجراءات الأخرى هي مجرد أوامر أو إجراءات يعني مجلس وزراء أو مراسيم أو أوامر. يعني هذا هو ما يسمى باستمرارية النظام الفاسد، باستمرارية نفس الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من منظومة فاسدة، واليوم في وضع انتقالي كنا نعرف وضع انتقالي وسياسي هش جدا
ووضع اقتصادي أكثر هشاشة. واليوم لقد الله أي هزة من الهزات الاجتماعية والتي ستكون واضحة وعادية ضمن سياقنا، وأغلب المؤشرات تقول هذا، مع تبرير الدولة لنقض والإيمان بالآليات المؤسساتية والقانونية في الانتقال الديمقراطي، لن ندعم ب 13 و14 و16 و18 جانفي الذي كان فيه السلم الاجتماعي يعني أيقونة من أيقونات الانتقال الديمقراطي في التاريخ السياسي الحديث. اليوم سنبرر للعنف وسنبرر لتفتيت الدولة باعتبار أن الدولة تراكم هذا البارود الاجتماعي وهذا الحقد الاجتماعي وهذا الاحتقان الاجتماعي. اليوم الفاعل السياسي يبرر لتفكيك وذهاب إلى مصير لا قدر الله ليبيا وسوريا والعراق. اليوم يعني خذان طائفة كبيرة من الشعب التونسي أو مجموعة من الشعب التونسي بالاعتقاد بأن هناك بالتغيير حقيقي وعميق بآليات ديمقراطية وسلمية توائم بالطبيعة التونسية. اليوم هناك لعب خطير جدا، ولا ما ندخلش في نظرية المؤامرة فقط أنا ونعطيها بعدها الإقليمي والدولي، بقدر ما نقول هناك الفعل السياسي قاعد يزرع في ألغام اجتماعية وسياسية واقتصادية يكون على أثرها على المستوى المتوسط والمستوى البعيد يعني خطير جدا في كينونة الدولة التونسية في حماية السلم الاجتماعي التونسي. وشكرا. يعطيك الصحة كريم على هالإيضاح.